واش الاخوة لقيتوني دابا تنوجد اخوتي تنوجد الخريطة يعني فين غنمشي حيت دابا حنا في 8 اوت خصنا نطاقو صافي باش نشدو الطراجي ديالنا ان شاء الله نواحي مراكش اكادير الصويرة داخلة ما عرفتش بالضبط واش نقدر نديرها حنا غادي نفيد الله اخوانا الباكتاج مسعود ديالنا داكشي بروفيسيونيل الوجه ان شاء الله مراكش املين هادي خاوي اخويا مالك مالك حشوم عليك مكان حيد حيد طلع ولدي اللور ها طلع اللور مرحبا بك مرحبا بك اخوان فهاد اللحظه الميكروفون ديال الجو برو تيخسر وتيخدم راسو الوغ بعد المرات تلقى راسي كيتسجل ليا الصوت بعد المرات لا وهكا غدوز التصفيره كامله وهاد الحاجه عجبتني حيت بعد المرات كيسحب لي الميكروفون ما خدامش وتنكون سبونطاني بزاف اكثر ما انني عارف انني كنسجل الصوت وصلنا لكازا ومن بعد بدات كتقال شويه الاوتوستوب وانا نفكر في واحد الفكره جهنميه يا ربي تخدم لا لا العروسه مشات كيف فعلا العروسه خويا اس او اس بوطه افريقيا كاز بليز نو 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 وكان كنزيدو بشويه بشويه وصلنا الجديده وفي هاد البلاصه بالضبط والو كما كتشوفوا شي مبشور استغفر الله العظيم يا رب كرهتوني في احلى حاجه بحبيه جلسنا اكثر من 45 دقيقه والو وصلنا والو واش ما كتبغيش ليهم مراكش هادي ولا شنو ما فهمتش الاخوان الشباب هيلب مي هيلب مي كما كتشوفوا درت جميع انواع الحركات وانا نشك قلت واقيلا ديك الحديد اللي ورايا هو السبب اللي كيخلينا اننا باقي ما ركبناش حيت الناس ما تيقدوش يحبسونا الله اكبر عليك ايه الحلاوه دي الوغ قلت انزيدو لقدام وان شاء الله يكون خير اخوان اللي فهم هاد الحركه الله يرحم بها الوالدين يشرحها ليا حيت كيديروا ليا هكا كنكونفيرمي معاهم تندير لهم انا نفس البلاصه هكا كيدير لك ها زعما الله يسهل اوسخ من كده ما فيش خويا راه انا هكا 2 مترو من بعد انا راه بغيت تزيد 2 مترو الله يرحم بها الوالدين 2 مترو هذيك السهم اللي درتي في حركه بالضبط راه هو انا اللي بغيت نمشي ليه ومن بعد ما زدنا شويه حبس لينا واحد الكاميو اللي وصلنا حتى لمراكش مشكلة وحيدة اللي كانت بزاف هو ان الكاميو الماكس ديالو هو 60 كيلومتر في الساعة بلاصة ما كنا غنوصلو في ساعتين استقنا واصلين ما عاد فيش 5 السوايع لا والله وصلنا لمراكش وتصوروا الحاجة الواعرة كنهز يدي بالصدفة عاوتاني كتحبس ليا هوندا اللي كتقربني حدا جامع الفنا خرجنا مع 7 الصباح من الدار وصلنا لمراكش تل 7 د العشية وتصور كيفاش دازت القضية القافية بلا صياح الوضع ريلاكس خلاص كنا باغيين نمشيو نيشل الامليل ولكن لقينا راسنا عيينا وشدينا واحد الشومبر في واحد لوطيل اللي زوين بزاف وصافي قلنا غادي نرتاحوا شوية وابخي نهبطوا لجامع الفنا حيت تيكون ناضي في الليل داكشي اللي طرا بالضبط حلمت براسي كنت سرف جامع الفنا وراه استمتعت بزاف يا على السر اضحك انا اخوان طحت دوده فقت حتى الصباح وهل ذلك حصل فعلا جدا مشينا في واحد الوقيته اللي كان الغلا بزاف شهر 8 وعييش ما نقلب على الاثمنه كتسمع 400 درهم 500 درهم حتى طحت في واحد لوطيل اللي لقيته ب 200 درهم جاني ثمن مناسب وهذا هو لوطيل اللي جلسنا فيه في جامع الفنا والله ما عرفت سميتو بالضبط ولكن كان ناضي بجد مقيقي في واحد لاتيغاس زوينه ترونكيل كان نصح اي واحد يمشي ليه واخا ما عرفتش شنو سميتو فقنا غدا وضربنا دويره في الحومات ديال جامع الفنا حاجه وحده اللي ما عجبتنيش هو ان الناس تما تيبقاو يحبسوك وتيبغيو يبيعوا لك صحه راه ماشي هكا الاخوان كتخدم القضيه راه ما غنشريش من عندك الا جيتي عندي كتقول لي شري هذا راه الماركتينغ راه زعما تطور راه انا نبغي نشري من عند شي واحد اللي ما غيهضرش معايا وما غيهبرنيش ما تبقاوش تحبسوا الناس وتبقاو تقولوا لهم شري من عندي صافي نفوتوا هاد لي طاب حتى الكوره كتمرضوهم راه اللي جا مره ما يعاودش يجي مره ثانيه خليو شويه لي سباس الناس تختار شنو بغات تشري وان شاء
الله كلشي غادي يشري، راه الامور شنو الدنيا تما عامره، راه الكور كثر من المغاربه. اوكي 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 الله يرحم ابوك يا خويا. شي حاجه واحده اخرى، انك لمشيتي لمراكش في الصيف عاد كتوصل ل 11 ديال الصباح، الشمس كتولي قاصحه بزاف وتيولي واحد الصهد ما يمكنش، الوغ ما تقدرش تخرج برا من غير انك تجلس في الدار وتطلق لاكليف. اما راه كلشي مزيان، الناس ديال مراكش دراوش وكيبان لك ضاحكين. صافي فطرنا ومشينا نشطو الطاكسيات ديال إملي. بالنسبة للثمن الطاكسي من مراكش لإملي للمغاربة كيديهم 35 درهم، بالنسبة للكور 50 درهم. بصراحة بلا ناضي، حيت فهمتي هما راه عندهم العملة طالعة و5 دولار غاتجيهم بحال 5 درهم. انت تتكلم قد لا حول ولا قوة الا بالله. وصلنا لإملي، انا تنقلبوا على شي شومبر اللي تكون في شي اوباج، درنا إملي الكاملة كتلقاها 250 درهم للفوق، باغي ندوزو 7 ايام الوغ راه ما صالحاش ليا 200 درهم. صافي تلقينا واحد السي اللي عنده اوباج مي 400 متر فوق إملي، يعني طريق شمهاروج. صافي طلعنا تفاهمنا معاه، قال لنا شومبر فيها الدوش وطواليت 107 درهم. حيتاش عطيته 750 في 7 ايام، كان هو قال لي 130 درهم الليله، مي انا عطيته 750 درهم في 7 ايام، جات هي 107 درهم. بلان ناضي، كاين شومبر بالطواليت والدوش ديالها، الكوزينه مشاركه، وكاين صالون وكاين التيراس. احسن حاجه درناها هي اننا سكننا فوق إملي، حيت لتحت عامره، وحنا اصلا كنا بغينا الطبيعه وبغينا الجبال، ما بغيناش نجلسوا في الديور والشانطي. طبيعه رابعه. جليل، خرجنا نتساراو شويه في إملي، مي راه صغيره بزاف، يلا بدينا كندورو، لقينا راسنا سالينها. واخيرا مراكش، مراكش لا في دالوكا عندهم البرك في مراكش. واتمشى مش قريبة. تابونا وديروا لايك، بزاف ديال لي فيديو جايين، غادي نمشيو لشماروج، غنمشيو لشلالات ديال إمليل، غنهبطو للصويره، غنمشيو لدي فيلاج اللي حدا الصويره، غادي نديرو بزاف ديال لي زاكتيفيتي. نوصلوا هاد الفيديو ل 1000 لايك، نقدروا 1000 لايك مطلبش.